السلام عليكم. هواتف سامسونج التي ستحصل على اندرويد 15 والوان يو اي 7 قبل الكل فور اطلاق التحديث. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك، لانه اكثر من 75% ممن يشاهدون فيديوهات على قناة ليسوا مشتركين، يشتركوا فضلا وليس امرا وتابعوا الفيديو حتى النهاية. ستحصل هواتف بيكسل من شركة جوجل على التحديث التجريبي الثالث لنظام اندرويد 15 خلال هذا الشهر، وظل نظام التشغيل الجديد محدودا بأجهزة بيكسل حتى مؤتمر جوجل آيو 2024، وستفتح سامسونج برنامجها التجريبي لأندرويد 15 مع واجهة الوان يو آي 7 لأجهزة جالاكسي في وقت ما من شهر غشت القادم 2024. وبعد حدث جوجل آيو 2024 بدأت شركات تصنيع الهواتف مثل شاومي، أوبو وشركة وان بلاس أيضا في إطلاق النسخ التجريبية العامة لأجهزتها الرائدة، وهو الأمر الذي لم تتبعه سامسونج بعد. ويعتبر الوان يو اي 6.1 أحدث إصدار من واجهات سامسونج والمبني على اندرويد 14، ومن المتوقع أن يظهر الوان يو اي 7 المبني على اندرويد 15 على العديد من أجهزة سامسونج في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من أننا في منتصف عام 2024، فإننا نعلم بالفعل أي أجهزة جالاكسي ستكون مؤهلة للحصول على اندرويد 15. هواتف سامسونج الأولى التي ستحصل على تحديث الاندرويد 15 والوان يو اي 7. سلسلة الجالاكسي الاس 24 ستكون بالتأكيد أول من يحصل على نسخة الوان يو اي 7 والاندرويد 15 التجريبية في وقت ما من غشت هذا العام. وستقوم الشركة الكورية الجنوبية العملاقة بعد ذلك بتوسيع نشاطها التجريبي ليشمل بعض الطرازات الأقدم بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر. سلسلة الجالاكسي الاس 23 والجالاكسي زي فليب 5 والجالاكسي زي فولد 5. هواتف جالاكسي من فئات الاس: جالاكسي اس 21، جالاكسي اس 21 بلس، جالاكسي اس 21 الترا، جالاكسي اس 21 اف اي، جالاكسي اس 22، جالاكسي اس 22 بلس، جالاكسي اس 22 الترا، جالاكسي اس 23، جالاكسي اس 23 بلس، جالاكسي اس 23 الترا، والجالاكسي اس 23 اف اي، الجالاكسي اس 24، والجالاكسي اس 24 بلس، والجالاكسي اس 24 الترا. هواتف جالاكسي من فئة القابلة للطي: جالاكسي زي فليب 3، جالاكسي زي فولد 3، جالاكسي زي فليب 4، والجالاكسي زي فولد 4، والجالاكسي زي فليب 5، والجالاكسي زي فولد 5، وبطبيعة الحال القادمين إن شاء الله الزي فولد 6 والزي فليب 6 أيضا. هواتف سامسونج تاب: الجالاكسي تاب A9 بلس والA9، جالاكسي تاب أكتيف 4 برو، جالاكسي تاب S8 والS8 بلس والتاب S8 ألترا، الجالاكسي تاب S9 والS9 بلس والS9 ألترا، الجالاكسي تاب S9 FE بلس والS9 FE. هواتف سامسونج من فئة الجالاكسي A والM والF: جالاكسي A05S، الجالاكسي A15 والجالاكسي A25، الجالاكسي A14 والجالاكسي A24 والجالاكسي A34 والجالاكسي A54، الجالاكسي A33 والجالاكسي A53 والجالاكسي A73. أما بالنسبة للجالاكسي M، الجالاكسي M14 والجالاكسي M34 والجالاكسي M54. وأما بالنسبة للجالاكسي F، الجالاكسي F14 والجالاكسي F54. هل هاتفك بين الهواتف التي ذكرت في هذا الفيديو؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.